أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الخميس الموافق 21 ديسمبر للعام 2023، وتتابعون في جولة اليوم شكاوى من لقاحات فاسدة في جنوب دارفور، وجولة السودان تلتقي مسؤول الإعلام بوزارة الصحة بولاية جنوب دارفور. كان في شكاوى من الأهالي ومن المواطنين إنه يعني بدأت حالات تظهر للتطعيم أو الآثار السلبة للتطعيم، والناس رجحت الحاجة دي لأنه أصلاً اللقاح كان تالف. وفي جولتنا أيضا ناشطات سودانيات يحذرن من إمكانية وقوع اغتصابات واختفاء قسري جراء توسع الحرب في السودان، وجولة السودان تلتقي الدكتور إحسان فقيري. يعني غالبا ما تكون في اغتصابات، غالبا ما يكون في تعذيب، غالبا ما يكون في اختفاء قسري للنساء وللأطفال. وفي جولتنا أيضا فنانون وشعراء يطلقون حملة كفانا حرب، وجولة السودان تلتقي المطربتان هدى عربي وإنصاف فتحي. نحن من أطلقنا المبادرة أنا ومجموعة من الزملاء الفنانين، وبتمنى أن الباقيين ينضموا لنا. يعني أطلقناها بواجب مسؤوليتنا وأخلاقنا والتزام تجاه شعبنا السوداني أو تجاه الشعب المسكين العانى يعني وإلاد الحرب. يعني في جولتنا أيضا المحامي والقيادي بالحرية والتغيير طه عثمان يقول النظام السابق يسعى للعودة عبر بوابة الصراعات الإثنية والقبلية والعرقية. ما يحدث في مناطق في النيل الأزرق وفي النهر النيل، وما حدث في مدني أيضا من تعدي والقتل على أساس الحوية والاعتقال وما شابه ذلك، هذه سلوك النظام السابق بامتياز. وفي جولتنا أيضا وزير الخارجية السابق عمر قمر الدين يدعو لإطلاق حملة لرصد وتوثيق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في السودان. يجب أن السودانيين يفكروا الآن، ونحن منهم جزء مننا هسي بيفكر وراصد وبيوثق لأشياء كثيرة بالشكل ده، لكن المجهود ده ما مجهود فردي ولا مجهود مجموعات منفصلة. ونختم جولة السودان اليوم مع أهم الترندات على مواقع التواصل الاجتماعي السودانية مع الزميل عباس محمد. من الترند الأول ننتقل معكم إلى الترند الثاني. سيدة تتهم البرهان بالتواطؤ مع قوات الدعم السريع، الفيديو الأكثر انتشارا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. كانت تلك أبرز موضوعات جولة السودان اليوم، ومعا إلى التفاصيل. راديو دبنجا مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، ونبدأ جولتنا من مدينة نيالة حاضرة ولاية جنوب دارفور، والتي كشفت فيها وزارة الصحة عن ظهور آثار بعد تلقي عدد من الأطفال لقاحات أمراض الطفولة السبعة منتهية الصلاحية. جولة السودان التغت المسؤول الإعلامي بوزارة الصحة للمزيد حول هذه الآثار التي ظهرت على عدد من الأطفال، وما هي الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة. الاجتماع ناقش يعني أبرز الأوضاع الصحية والتدخلات اللي تمت والمناطق أو الخارطة الصحية لتوزيع الخدمات الصحية. تم عرض فيه يعني كل المشاكل الصحية بما فيها مشاكل التحصين والتغذية اللصاح والترددات بتاعت الأمراض أو الأمراض بتاعت التخلف، سواء كانت الدسمتارية والتايفويد كده على المستشفيات. برضو ناقش يعني توزيع الخارطة الصحية لكل كل المحليات اللي فيها يعني منظمات، ولا المحليات اللي بيتم تغطيتها بواسطة المنظمات والتأمين الصحي والمراكز الصحية العاملة بوزارة الصحة، وحتى العيادات الخاصة تناقش فيه الحياة دي.
وكان أبرز يعني كده برضو ناقشت الاجتماع إنه مناطق الحشاشة أو الـ vulnerable area السابقة اللي كان قاعد تجينا فيها أو تجينا منها أو سابقة زي شرق الجبل، السنطة، برام، عد الفرسانجي. بالإضافة لأنه يعني عندنا مناطق أصلا ما فيها خدمات صحية زي ديمسو، وعندنا النتيجة، عد الفرسان، أم دافوق، أول مناطق فيها يعني خدمات صحية بسيطة مقارنة بها للسكان. بالإضافة لأنه برضو يعني ناقشنا مناطق النزوح الجديد، أول المناطق اللي نزحوا مواطنين ولاية جنوب دارفور ومشوا لها في المحلات زي مناطق بليل، عد الفرسان، كاس، ففي يعني المناطق بقت مزدحمة شديد، بالإضافة لأنه ما كان في خدمة مقارنة بعدد السكان. برضو يعني ناقش الاجتماع كان يعني واحدة من المشاكل الموجودة إنه كان في مشاكل بتاعت التحصين، اللي هي منذ فترة الحرب الولاية ما يعني ما استلمت أي حصة بتاعت اللقاحات، بالإضافة لأنه اتضح إنه في مراكز قاعدة يعني تقدم خدمات بتاع التحصين مدفوعة الأجر. ففي ذكر في الاجتماع إن في مركز ولا مركزين بيقوموا بيطعموا الأطفال مقابل قروش، يعني الجرعة ب10,000 جنيه. بالإضافة لأنه برضو يعني كان في شكاوي من الأهالي ومن المواطنين إنه يعني بدأت حالات تصحر للتطعيم أو الآثار السلبة للتطعيم، والناس رجحت الحاجة دي لأنه أصلا اللقاح كان تالف، وفي يعني ناس أو مراكز ضعفاء نفوس كده كانوا بيشيلوا اللقاح التالف ده وكانوا بيطعموا به الأطفال. بناء على الكلام ده تكونت لجنة في الاجتماع ذاته، اللجنة كانت يعني رئيسة مفوضة الأمن الإنساني ومقررة إدارة الطوارئ وزارة الصحة، وعضوية كل من الهلال الأحمر وإدارة التحصين، بالإضافة لممثل المنظمات الوطنية وممثل الإجراءات، بالإضافة عضوية كل من المنظمات الإعلامية. واحدة من محامي اللجنة إنه يعني مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم. وفي هذا الشأن حذرت ناشطات نسويات سودانيات من إمكانية وقوع اغتصابات واختفاء قسري جراء توسع الحرب في مدن عديدة من السودان وآخرها في ولاية الجزيرة، حيث تواترت الأنباء باغتصاب عدد من الفتيات في ولاية الجزيرة. جولة السودان التغت الدكتور إحسان فقيري لمعرفة المخاطر على النساء في توسع الحرب الدائرة الآن في السودان. في الحقيقة يعني احتلال الجزيرة احتلال مدني ذاته كان نتيجة لتآمر العسكر. الجيش باع الوطن للأسف، الجيش باع الوطن. ونحن دائما بنتخيل زي ما حدث في الخرطوم من انتهاكات للنساء، من ضرب للنساء، من تعذيب للنساء، من اختطاف للنساء، من اغتصاب للنساء وبيعهن في خارج العاصمة، نتوقع هذا السيناريو أن يحدث في مدني. وحالة الرعب تلف المدينة والناس ماشيين برجلين من مدن عشان يمشوا سنار، رعب وخوف وقلة عيشة ومشاكل كثيرة جدا. أن إحنا بنتوقع السيناريو الذي تم في الخرطوم أن يكون هناك، أن يكون في مدني. هناك يعني غالبا ما تكون في اغتصابات، غالبا ما يكون في تعذيب، غالبا ما يكون في اختفاء قسري للنساء وللأطفال. قلبي على وطني. مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم. أطلق مجموعة من الفنانين والشعراء والمبدعون حملة كفانا حرب لوقف الحرب، وشارك في هذه الحملة عدد من نجوم الغناء في الساحة السودانية بالإضافة إلى الدراميين والمسرح وكل المبدعين في السودان. جولة السودان التغت المطربة السودانية والتي لقبت بعصفورة السودان الفنانة إنصاف فتحي لمعرفة المزيد حول أهداف هذه المبادرة التي أطلقها فنانون وشعراء
وما هي الأهداف؟ ومرحب بكل متابعي إذاعة دبنجا وبكل السودانيين، وبتمنى إنه يعني ربنا ينعم عليه بنعمة الأمن والسلام والاستقرار ورجع سوداننا زي ما كان وأفضل. يعني دي الحقيقة يكون من نادبة من قبل الحرب، يعني من قبل ما يعني اشتعال الشرارة الأولى في الحرب، أنا كنا من نادي بالسلام في السودان وبالأمن والاستقرار والمحبة والإيمان بالتنوع الموجود في بلدنا السودان وبنبذ الجهوية والعرقية، وإنه إحنا في النهاية إحنا شعب واحد وشعب المفروض نكون متكاتب عشان ننمو بوطننا. إحنا من أطلقنا المبادرة أنا ومجموعة من الزملاء الفنانين، وبتمنى إنه الباقيين ينضموا لنا. يعني أطلقناها بواجب مسؤوليتنا وأخلاقنا والتزام تجاه شعبنا السوداني أو تجاه الشعب المسكين العانى يعني ويلات الحرب، يعني وفي النزاعات اللي كانت يعني من قبل الحرب التي الحالية دي، من زمان إحنا بننادي بها إنه الشعب السوداني لازم يكون يعني متماسك، وإن الشعب السوداني يعني ما بيشبه الحاجات دي، أو يعني النزوح التي إحنا نشوفه ده والموت والتهجير يعني ما بيشبه الشعب السوداني. إحنا نفروض نكون بلدنا السودان وموطننا السودان، وإحنا نكون قاعدين مع بعض في السودان. فإحنا سيح بنشاهد في يعني في نزوح كتير جدا، وفي موت، وفي يعني صراع، وفي دمار يعني حاصل في السودان. فموجب الحاجة دي من أخلاقنا ومن واجبنا تجاه مجتمع السودان تجاه مواطننا السوداني إحنا نطلق المبادرة، لأنه بعد كفاية يعني إحنا ما شايفين في حاجة، إحنا ما شايفين غير إنه في دمار يومياً بيكون في دمار. وأنا من بداية الحرب قلت أوقف الحرب، يعني الناس قلت أوقف الحرب، لكن في الوقت ده كان دائماً يعني بيصنفوك بهواهم. يعني أنا وأعلنت موقفي إنه أنا ما محايدة ولا عندي لون رمادي، أنا عندي لون أبيض ناصع اللي هو تجاه الشعب السوداني، الشعب السوداني المكلوم اللي ما عنده في يده حاجة، اللي صحى من نومه اللي إنه هو في حرب ما عارف يعني المشكلة شنو سببها شنو خرب، بس لقى إنه هو نفسه برا بيته، إنه هو مجرد من حاجاته من أملاكه من أهله من ناس من بيته من موطنه. عشان كده إحنا أطلقنا المبادرة. نعم الأستاذ إنصاف فتحي، الهدف من المبادرة يعني من أمس أنت يعني هاشتاج كبير، هل وجد تفاعل؟ نعم هو وجد تفاعل من كل الناس الواعيين بالحاجة، من كل الناس المضطرين، ومن كل الناس اللي عندهم قضية، ومن كل الناس اللي بيدعوا أو بيفتشوا للسلام. يعني وجد قبول، ووجد يعني انتشار يعني مثلا، واحنا مواصلين في انه لازم تكون الحاجه دي موجوده، وانه لازم يكون في سلام وسلام حقيقي على ارض الواقع. احنا ما شايفين غير الدمار. نعم استاذ انصاف، يعني يمكن الموسيقى هي يعني بتوحد وجدان كل الشعب السوداني، يعني الان كل السودان بيعرفوا عصفورة السودان. استاذ انصاف فتحي اصوات كبيره جدا، استاذ حنان بولبولو، استاذه ندى القلعه، استاذه هدى عربي، يعني في بعض المطربات السودانيات اللي هم قاعده اللي هم جمهور، يعني صراحه في بدايه الحرب يعني ماله يعني الاتجاه اخر، وكانوا يشجعوا يعني الحرب. فنحن دايرين نتكلم عن الجزئيه دي، يعني انتم كمبدعين دي برضو بتكون لكم واحده من التحديات الان. صح هو ما عيب الزول اللي بيميل وما عيب الزول اللي بينحاز في البدايه، لكن يجي يرجع يصلح غلطه. يعني انا في ناس كتار جدا كانوا ماله لقيت راجع وحصل غلطه محسب الخطر، يعني وحسب انه الحاجه دي ما عندها نهايه، وانه الحرب دي فعلا عبثيه يعني. لكن انا يعني بتمنى من كل الناس يعني نجوم المجتمع، انا صراحه في نجوم كتار من المجتمع انه في البدايه هم فعلا ماله، وفي نجوم كتار جدا يعني يتكلموا بانه هم عاوزين سلام، يعني يتكلموا عن القضيه دي، لكن برضو في الوقت ده قلت لك ما كان في بيسمع. الوقت ده الناس حتى في روحها كانت خايفه، الناس كان فيها لا، الناس ما يعني ما مركزه، ما عارفه نفسها هي عايزه شنو. لكن الزول المؤمن بالقضيه دي، انا عن نفسي اتكلم عن سفين صافي، انا من البدايه عندي مشروع اسمه مشروع عصفوره السودان. المشروع ده يعني الحرب جات لقته يعني هو موجود، يعني المشروع ده فقبل الحرب هو كان بينادي بالسلام، بينادي بالوحده، بينادي بالمحبه، يعني بينادي بالسلام. لما احنا كنا الحرب كانت في دارفور، بس لما الحرب كانت في دارفور في مناطق الهامش وفي المناطق المتاثره بالحروب وكذا، كنا بننادي بالسلام يعني. فما ممكن انا بعد ما كنت بنادي بالسلام قبل الحرب يعني في بعد الحرب انا ما انادي بالسلام، بالعكس انا بالعكس ما حنادي بالسلام بقوه، لانه انا يعني انا بعدت من بلدي، بعدت من موطني، بعدت من مكاني اللي تربيت فيه، وبعدت من اهلي، والناس يعني الناس تشتتت، الناس تهجرت، الناس ما عرفت عايزه تعمل شنو. وانا بدوري انا كفنانه سودانيه قوميه محترفه قوميه، انا بيهمني
الشعب السوداني، بيهمني المواطن السوداني، بيهمني المواطن السوداني يكون عايش بسلام وفي أمن وفي استقرار. أستاذة إنصاف، الرسالة شنو ممكن ترسلها يعني عبر راديو دبنجة؟ ودي أول إطلالة ليك في راديو دبنجة، الرسالة شنو بتوجهها لكل الشعب السوداني ولكل المبدعين في السودان؟ أنا رسالتي لكل المبدعين في السودان، هم أكثر الشعب، كل أكثر المؤثرين يعني، ولكل الشعب السوداني بقول لهم يا جماعة ما ننصاع للحرب العبثية. إحنا في النهاية الحرب دي هي كملتنا، ما خلت حاجة. إحنا سبعنا بنتكلم عن بنية تحتية، وبنتكلم عن 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 إنشاءات، وبنتكلم عن أموال، وعن بنتكلم عن عن جاه، بنتكلم عن البني آدم في نفسه. بني آدم اسمه متحجر، البني آدم في نفسه ما مرتاح، بني آدم في نفسه ما عارف هو بيقول إيه، بيقول إيه بالمواطن. ما في دولة ما في دولة عاوزانه، ولا في دولة يعني قادر تحطه. إحنا في النهاية ما بنقدر نقعد في بلد في دولة غير دولتنا. مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، وننتقل إلى موضوع آخر وهو الاعتقالات التي طالت أبناء غرب السودان في عدد من ولايات السودان في النيل الأزرق والجزيرة ونهر النيل على أساس إسني. جولة السودان التغت طه عثمان المحامي والقيادي بالحرية والتغيير لمعرفة تداعيات هذا الاعتداء على أبناء دارفور وأبناء غرب السودان بصفة خاصة. ما يحدث في مناطق في النيل الأزرق وفي نهر النيل وما حدث في مدني أيضا من تعدي والقتل على أساس الحوية والاعتقال وما شابه ذلك، هذه سلوك النظام السابق بامتياز. النظام السابق يريد أن يعود إلى الناس أن يكون هنالك صراع شامل على أساس إثني وجهوي حتى يمكنه من البقاء وحتى يمكنه من العودة، وأن يظل الناس تحرب من المشكلة الحقيقية والأزمة الحقيقية هو النظام السابق، وتلتف حول مشاكل أخرى غير حقيقية لتغذية قطابة العنصرية والكراهية. نحن جميعا سودانيين شمالا أو غربا أو أي ولاية من الولايات عانينا من النظام السابق كثيرا، ويجب أن يتوقف هذه المعاناة وأن نفتح باب جديد لحياة وعمل مشترك نعيشه كسودانيين بتنوعنا، ونستطيع أن نديره. وجميعا يجب أن نكون لدينا موقف واحد كما حصل في ديسمبر 2019 بإسقاط هذه النظام، يجب أن نسقطهم مرة أخرى بإيقاف الحرب وزحام المصدر التاريخي. مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم. دعا وزير الخارجية السابق عمر قمر الدين إسماعيل إلى إطلاق حملة واسعة لرصد وتوثيق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تعرض لها الشعب السوداني في الحرب الدائرة الآن بين الجيش وقوات الدعم السريع، وشدد على أهمية التوثيق من أجل رد الحقوق وعدم تكرار مثل هذه المآثي. نستمع للمزيد في حديثه لبرنامج جولة السودان حول الحملة التي أطلق لرصد وتوثيق جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية. الجانب بتاع التوثيق ده بتقوم به جهات، يجب إنه السودانيين يفكروا الآن، ونحن منهم جزء مننا هسي بيفكر وراصد وبيوثق لأشياء كثيرة بالشكل ده، لكن المجهود ده ما مجهود فردي ولا مجهود مجموعات منفصلة، يجب إنه يتم توحيد الجهود دي، ودي هسي مرحلة جاية. الآن أنا بناشد الناس اللي قاعدين يوثقوا لهذه الجرائم ولهذه الانتهاكات إنه يحتفظوا بالتوثيقات اللي موجودة عندهم، والتوثيقات دي مثل فيديو مش عامل زول في حتة على أهميتها، مسألة مهمة جدا، لكن ده ما توثيق. التوثيق ده شيء علمي ومدروس ومعروف وعنده ستاندرد معين بيشتغل به كل العالم. في جهات كثيرة جدا هسه بتعمل في الحاجة دي، يجب أنه تقوم جهة سودانية، ودي ما تتم إلا زي ما قلنا بعد وقف الحرب والبداية استلام المدنيين للسلطة وغيرها. يجب أن يكون في مفوضية بعد ذاك أو جهة تقوم بالتوثيق للأشياء دي، لأنه لقدام إحنا لازم نجري مصالحات، لقدام لازم نجري محاكمات، لقدام لازم نحدد مسؤولية جرائم محددة، الجرائم الكبرى بطريقة التسلسل القيادي، بنصل للناس اللي أدى الأوامر بهذه الانتهاكات. يعني في نهاية الأمر يعني إحنا بنجد إنه انتهاكات دي الحرب العالمية لما قامت محاكمة نورنبرغ هي حاكمت 8 أشخاص في النهاية لمسؤوليتهم المباشرة في إعطاء الأوامر وتنفيذها بالتسلسل القيادي. ما في النهاية الجنود اللي شاركوا واللي وصلوا لقتل 15 مليون بني آدم
سرحوهم وفاتوا ببيوتهم وعاشوا حياتهم العادية، لأنه دي مسائل فيها نظرات قانونية وفيها الإمكانية بتاعت محاكمة الرؤوس بتاعت الحاجة دي، لكن دي كلها بتبدأ من القاعدة، بتبدأ من تحت، إنه الناس توثق من القصص بتاعت الناس اللي الموجودين الآن في معسكرات النزوح أو نازحين داخل المدن أو لاجئين في بلاد أخرى. طبعا في فرق بين النازحين واللاجئين، النازحين هم اللي بينزحوا داخل بلادهم داخل حدودهم القطرية، واللاجئين هم اللي بقطعوا الحدود الدولية وبمشوا لدولة تانية، لكن هم في النهاية معاناتهم واحدة أصلاً. يعني المسألة دي هي في النهاية كارثة وبيعانوا منها ناس كتار. فبعد ذلك تصنيف المسألة دي إنه النساء في جرائم نوعية، في جرائم ارتكبت ضد النساء، الاغتصابات، القتل، الانتهاكات بتاعت الإساءات والتجريح، وحتى في تقارير بتقول لحد هسه. طبعا المسائل دي كلها انا بتكلم عنها من النواحي القانونيه، لحد هسه ما اثبتت في 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 قضايا او في محاكم او كده، لكن هي نقول عليها اتهامات. هنالك ايضا اتهامات بالاسترقاق، ودي جرائم نوعية لأنها بتمشي للنوع، للإناث بيعانوا منها. في جرائم بتاعة الأطفال بغير فقدانهم للتعليم وغير التشرد بتاعهم، إنهم يكونوا أطفال معرضين لأنه يستغلوا في حقول العمل، سواء كان في الزراعة أو في الصناعة أو غيرها، اللي هو بيقول لها child labor، ودي في أثناء الحروب بتكتر. في ما يقال لهم الأطفال المجندون اللي هو child soldiers، ودي مسألة العالم عنده فيها يعني قوانين وأشياء صارمة جدا. الأطفال اللي بيمشوا وهم دون سن البلوغ وبيشيلوا سلاح ويسوقوا العربات ويطبخوا للجنود ويعملوا أشياء، دي كلها انتهاكات يجب أن ينظر إليها بجدية وتكون بطرق قانونية. الموضوع ده يطول فيه الكلام كثير، لكن أنا ألخص الآن أقول إنه الناس اللي هسه بيبدو في، سواء كانت في المجتمع المدني، سواء كانت المنظمات الحقوقية، المنظمات العدلية، المنظمات المدنية وغيرها، الأفراد، الناس العاديين اللي بيرووا الحكاوي بتاعتهم، القصص بتاعت الناس دي والروايات اللي بروها في مناطق النزوح واللجوء، هذه أيضا بتعتبر وبتدخل من ضمن التوثيقات. هذه المسائل يجب أنه في النهاية على امتداد البلد وكل الناس الشغالين في الحاجة دي، في النهاية يجب أن تصب في خانة واحدة، لأنه الانتهاكات دي بتصل بعد ذاك بتترتب عليها قضايا قانونية، زي ما قلت لك فيما يلي التعويضات، فيما يلي المحاكمات، فيما يلي المصالحات، لكن ده كل ما بيتم إلا بتوثيق واقعي، والتوثيق ده ما بيكون بس. ونختم جولة السودان اليوم مع الزميل عباس محمد في أهم الترندات على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك عباس. مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في برنامج جولة السودان اليوم، وحنتداول معاكم أبرز الترندات لهذا اليوم. الترند الأول هو هاشتاك احموا النساء من الاغتصاب، وهو الهاشتاك المتصدر للتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بين السودانيين، ويوزع معه ملصق يدعو لحماية النساء من الاغتصاب. من الواضح أن انتشار هذا الهاشتاك مرتبط بتداول تقارير جديدة عن حدوث حالات اغتصاب، منها حالتين تم تأكيدها في وات مدني بعد أن فرضت قوات الدعم السريع سيطرتها على عاصمة ولاية الجزيرة. وبدأ تداول هذا الهاشتاك يوم الثلاثاء 19 ديسمبر، وأصبح الأكثر تداولا في يوم الأربعاء 20 ديسمبر، مصحوبا بقصص ومحادثات لفتيات تم اغتصابهن، بينهم من يستقيس بالأطباء ويبحثون عن حبوب الإجهاض المبكر، ومنهم من يناشد العالم للالتفاف إلى مشكلة السودان، ومنهم من كان يدعو لإيقاف الحرب بين طرفي
النزاع. من الترند الأول ننتقل معكم إلى الترند الثاني. سيدة تتهم البرهان بالتواطؤ مع قوات الدعم السريع. الفيديو الأكثر انتشارا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية هو بدون شك الفيديو الذي تم تصويره من قبل جنود الدعم السريع في يوم الاثنين 18 ديسمبر في السوق المركزي عند أحد مخارج مدينة مدن في الطريق الرئيسي إلى سنار. الجنود كانوا بيسعوا لإثبات أن موقع التصوير هو في مدينة مدن لتكذيب رواية الجيش بأنه ما زال يسيطر على المدينة، حيث قاموا بتوجيه سؤال لامرأة كانت تمر بالمكان. ولكن هذه السيدة لم تكتفي بالإجابة على سؤالهم فقط، بل دخلت معهم في نقاش مباشر وبصراحة شديدة، متهمة الجيش بأنه انسحب وبأنه الفريق عبد الفتاح البرهان القائد العام للقوات المسلحة قد باع الجيش لقوات الدعم السريع. وذكرت السيدة الجنود بما كانت قيادتهم تردده من أنهم قوة واحدة وطالبتهم بأن يعملوا كيد واحدة، وإن المسؤولية تقع على الفريق عبد الفتاح البرهان وليس الكيزان. من الترند الثاني خلونا ننتقل معكم إلى الترند الثالث والأخير. أطلق مجموعة من الفنانين والمبدعين هاشتاك دعوا فيه لإيقاف الحرب التي دخلت شهرها العاشر وأدت إلى مقتل آلاف من المدنيين ونزوح الملايين داخل السودان ولجوء الآخرين إلى خارج السودان. هاشتاك كفانا حرب، هاشتاك نو مور وور. أضافوا هذا الجهد لجهود سابقة لمبدعين وفنانين أطلقوا حملات أو شاركوا في أعمال مناهضة للحرب. وقد أعادت مواقع التواصل الاجتماعي بهذه المناسبة تداول مقطع للفنان الكوميدي جمال حسن سعيد والذي قام بتسجيله قبل عدة أشهر يدعو فيه لوقف الحرب والعودة للسلام. وبكده نكون وصلنا لنهاية فقرة الترند لهذا اليوم. إلى أن نلتقيكم غدا في ترند جديد، دمتم سالمين. بأهم الترندات على مواقع التواصل الاجتماعي السودانية نكون قد وصلنا بكم إلى ختام جولة السودان اليوم. لقاءنا يتجدد بكم غدا في جولة جديدة. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل. إلى اللقاء.